السلام، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتكلموا على جوج ديال المحاور، وغنبدا المحور الاول غادي نتكلم فيه على واحد الفيديو ديال واحد النائب برلماني سميتو هشام ايتمنى. هذا الفيديو داير البوز على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك عدد من الجرائد المغربيه تكلموا عليها. خليكم تشوفوا لا فيديو عاد نرجعوا نعلقوا على الفيديو. دخل عن فرق الأغلبية للنائب محترم السيد هشام أيتمنى. يطيب لي وأن أتناول الكلمة باسم فرق الأغلبية، وهي مناسبة نستحضر من خلالها الدينامية الجديدة والمتجددة لدبلوماسيتنا المغربية، وهي الدينامية التي أعادت للمملكة المغربية توهجها وبواءها المكانة التي تستحق بين الأمم والشعوب التاريخية المبنية على الصدق والالتزام بالعهود والتغليب المصالح المشتركة للشعوب عن الإطار في إطار مبدأ رابح رابح. مشاريع قوانين الوغ كما شفنا جميع في هذا الفيديو ديال النائب البرلماني اللي سميتو هشام ايتمنى، واللي كان طلع باش يعطي الكلمه ديالو بمجلس النواب في واحد الجلسه تشريعيه عموميه. كما شفنا كاملين وكيف تكلموا الجرائد المغربيه وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي كاملين تيقولوا باللي هذا راه كاتبين ليه الكلمه ومجدينها ليه، ومع ذلك ما قدرش يقرا اللغه العربيه. الوغ اللي جيت بغيت نقول انا في هذا الفيديو، واللي كتبوا عليه الصحافه وهضروا عليه ونساو باللي الملك محمد السادس براسو فاش كيطلع كيبدا يقرا في الخطابات اللي حتى هو كاتبينها ليه كيبدا يتهجى وكيبدا يتعلتم باش يخرج الحروف. هذا اللي مالك اللي هو 22 عام هو حاكم المملكه المغربيه، واللي با حتى هو كان ملك واللي جدو كان سلطان، ما كيقدرش انه يقرا ورقه. وبالاكثر من ذلك هذا الشخص ديال الملك محمد السادس اللي عنده مسؤوليه قد قداش واللي كبر من هند هشام ايتمنى، هذا براسو ما عندوش واحد المبدأ ديال التواصل مع الناس، حيت ما عمرنا ما شفنا الملك محمد السادس خرج في شي لقاء صحفي هدار، ولا ما عمرنا ما شفنا الملك محمد السادس بزاف ديال المصائب طراو في المغرب في العهد ديالو، ما عمرنا شفنا خرج كيكومينيكي ولا تيتحاور مع الشعب المغربي ولا تيهضر معاهم فقط غير بالدارجه، ولا فاش كيكون كيقرا في هذيك الورقه اللي كيكونوا كاتبينها ليه يكون غير كيشوف في الكاميرا ويهضر مع الشعب المغربي. ما عمرنا ما شفنا هذا الاسلوب ديال التواصل والاقناع في الملك محمد السادس. انا هنا ما كندافعش على هذا السيد المسمى هشام ايتمنى، دايوغ انا ما كنامن لا بمؤسسات لا حتى شي حاجه، كلشي السلطه كاينه في يد الملك محمد السادس، وهذا الشيء كامل مسرحيات ديال البرلمان ديال الحكومه ديال كلشي. كاينه حكومه واحده وكاين مغرب واحد هو اللي كيتراسو رئيس الدوله الملك محمد السادس. انا لا ادافع عن هشام ايتمنى، دايوغ اول مره غنشوفو. الوغ هذا الشخص ولا هاد الاشخاص ولا هاد الصحفيين فاش تكونوا كتنتقدوا في شي حد خصنا ننتقدوا دايوغ الملك محمد السادس اللي حتى هو تيتعلم وحتى هو ما كيوجهش لينا الخطاب. انا بغيت غير شي نهار يخرج لينا الملك في شي حوار صحفي ونشوفوه تيتكلم ونشوفوه تيهضر ونشوفوه كيقوم بالواجب ديالو اللي هو رئيس دوله مغربيه، اللي فيما جات شي حاجه خصو يتخرج يتكلم مع المغاربه. وحنا ما عمرنا ما شفنا الملك محمد السادس دار فهادشي. دونك هذا هو كان تعليقي فيما يخص هاد النائب البرلماني وهاد التعلتيم اللي كيديروا. ودايوغ هاد النائب البرلماني راه هو من حزب ديال السيد اخنوش ولا الملياردير اخنوش صديق الملك المقرب، واللي هو غادي يكون المحور الثاني ديال الحلقه. الوغ الملياردير عزيز اخنوش صديق الملك محمد السادس هو اكبر مستفيد من هذه الازمه الاقتصاديه اللي كيمر بها العالم والمغرب. كنتكلم هنا على كورونا، كنشوفوا بزاف ديال الناس خسروا الاعمال ديالهم، خسروا اقتصاديا، خسروا بزاف. انا كنشوفوا باللي مصائب قوم عند قوم ما فوائده، هذا المثل هو اللي كينطبق تماما على هذا رئيس المحكومه المغربيه الملياردير عزيز اخنوش، واللي كيتعتبر اكبر
مستفيد من الأزمة الاقتصادية اللي كيمر منها المغرب منذ جائحة كورونا، لأنه كيمتلك كما قلت لكم أكبر شركة للمحروقات في المملكة. وبحسب الدراسة اللي أنجزتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المواصفات المغربية للبترول سامير حول المحروقات بالمغرب، قالوا باللي أرباح الشركة في الأخر ديال 2020 وصلت ل 3850 مليار سنتيم، وذلك في مادتي الغازوال والبنزين بلا ما نتكلموا على الفيول ووقود الطائرات. هذه الوضعية أدت كذلك إلى ارتفاع أرباح الشركات دياله. هو شوفوا شحال عنده ديال الشركات. أنا بغى نعرف كيفاش هاد الأشخاص اللي كيديروا البيزنس ديالهم وكيدخلوا السياسة، هنا عارفين أشنو جرات في الانتخابات. كذلك قريت ومشيت شفت الثروة ديال الملياردير صديق الملك السيد عزيز أخنوش، باللي هذا الأخير كتبلغ الثروة ديالو 2 دولار أمريكي حسب المجلة ديال فوربس المختصة بهذا الشأن، اللي كيشوفوش كل واحد شحال الثروة ديالو، واللي كتنصبو في المركز 12 بترتيب أغنياء القارة الإفريقية. شبهات إعلامية فيما يخص القضية ديال 17 مليار واختلاسات ديال 17 مليار، اللي رغم هذا ورغم المقاطعة كيجي صديقه الملك محمد السادس ويعينه على رأس المحكومة ولا الحكومة المغربية. كنشوفوا هاد الاستحواذ ديال هاد رجال الأعمال وهاد الثروات اللي عندهم، في حين أن المغاربة شوفوا شحال كاين ديال الفقر، شحال ديال نسبة الفقر ديال المغاربة. وكنشوفوا هاد الأشخاص، لا الملك بلا ما نتكلموا على ثروات الملك، حيت كذلك مشيت المجلة ديال فوربس وشفت بلي عنده 5.6. هادشي فقط اللي مديكلاريه الملك محمد السادس، دون الحديث عن الممتلكات اللي عنده خارج المغرب، دون الحديث على الأشياء ولا على الشركات الوهمية لدى الملك محمد السادس وأصدقائه. هنا كنتكلم على القصر اللي شراه مؤخرا في باريس، واللي كان في اسمه وفي اسم صديقه المجيدي، بلا ما نتكلموا على الثروات اللي ما تثبتش، بلا ما نتكلموا على الشركات الوهميه واللي فاش خرجوا الاوراق ديال بنما فضحوا صديق الملك المجيدي، بلا ما نتكلموا فقط نتكلم فقط على الثروه اللي اعلنت عنها هذه المجله ديال فوربس. دونك حنا كنشوفوا حصه الاسد اغنى اغنياء افريقيا للملك لهاد اخنوش، وكنشوفوا باللي المغرب عنده نسبة ديال الفقر كبيرة. يلا ها عزيز أخنوش، اعطي الناس. احنا عارفين الملك ما كيتسوقش للمغاربة، انت بالوطنية وتتكلموا على الوطنية والأحزاب ديالكم تتكلموا على الوطنية، سير دير لينا شي سبيطارات ولا دير لينا شي مدارس ولا خدم الناس ولا عطي الناس زيدهم في الأجرة ديالهم. حنا كنشوفوا فرنسا مؤخرا زادت 100 دولار لكل واحد عنده الصالير ديالو قل من 2000 دولار. دير انت قول الناس اللي كي عندهم قل غير فقط قل من غير 2000 درهم في الشهر، قول غادي نزيدهم شي 1000 درهم ولا 500 درهم. يلا تبرع، نشوفوا الوطنية ديالك وحب المغرب وحب المغاربة ديالك، تبرع اليوم عندك من الأموال ما يكفي، ولا فقط الحب ديال الوطنية فقط بالهضرة وفقط باش نبقاو نبانو على المغاربة. احنا كنتسناو هاد الناس هاد الأثرياء، ديروا المدارس، ديروا المستشفيات، خدموا الناس، ديروا هادشي، وهنا في كيتجلى حب الوطن، وهنا فاش تعرفوا النفاق الناس اللي كينافقوا واللي كيبغيو المغرب ديال بصح. دونك هذه هي لا فيديو ديال اليوم، ما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم فيما يخص النائب البرلماني والتعليم ديالو والتعليم كذلك ديال الملك محمد السادس في الخطابات ديالهم. خليوا لي الاراء ديالكم فيما يخص المحور الاول كذلك المحور الثاني، وهاد الثروه ديال صديق الملك الملياردير عزيز أخنوش، شنو كيبان لكم في هذا الشيء؟ واش هاد الاشخاص اذا كان فقط حبهم للمغرب يتجلى فقط في الكلام والبلابلا، ولا فقط كيبغيو المغرب ديال بصح انهم يعاونوا المغاربه وخرجوهم من الفقر؟ كنتسنى نشوف الاراء ديالكم في الكومونتير، وما تنساوش تشاركوا الفيديو، ديروا اعجاب للفيديو الا عجبتكم. تلقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم، باي باي.